محمد سامر بيقول: دكتور رامي، من خلال خبرتك ما حل مشكلة طول فترة الشحن على علي اكسبريس؟ هل الدول الأجنبية اعتادت على هذا الأمر أم أنه فعلا يمثل عائق؟ الموضوع مش موضوع إن هم اعتادوا ولا لأ، الموضوع ده بيختلف من عميل لآخر. في عميل بتلاقيه كويس وبيتقبل أمر زي ده، وفي عميل بتلاقيه من بعد أسبوع: فين المنتج؟ أنتوا بتضحكوا عليا، إن هرفع عليكم شكوى، أنتوا كذا. عشان كده خليك واضح في صفحة البيع بتاعتك، الشيبينج بوليسي، سياسة الشحن، اكتب فيها انك عشان توفر المنتجات بهذه انا بعمل كده في المتاجر بتاعتي، انا بكتب: كي اوفر لكم هذه، طبعا بالانجلش، كي اوفر لكم هذه المنتجات باسعار رخيصة، فنحن نشحنها لكم من مخازننا في الصين. ما بقولوش بعمل دروب شيبينج، من مخازننا في الصين، وحتى يصل اليكم بشحن مجاني، فان الشحن بياخذ فترة تتراوح من اسبوعين حتى شهر. وبالتالي لو عميل اتهور ورفع شكوى وانا وضعت رقم التتبع، ما بشحنش انا اوردر غير برقم تتبع، سترايب بيقف معايا من تاريخ الشكوى بيديني شهر كامل. يعني مثلا اكيد العميل مش هيشتكي بعد الاوردر بيومين، واكيد العميل مش هيشتكي بعد ما يشتري الاوردر بثلاث ايام، يقول لك: فين ما وصلش بقالي ثلاث ايام. هو هيبدا يشتكي مثلا بعد اسبوعين، يعني على الاقل ان هو يوصل لمرحله ان هو يرفع شكوى. فلو رفع شكوى مثلا بعد اسبوعين وانت على سترايب، سترايب بيديك مده شهر لحد ما تكون سلمت، شهر بعد الاسبوعين دول، فاكيد هتكون انت سلمته في الفتره دي. انا اغلب المنتجات بتاعتي بتاخد من اسبوعين لشهر، الي لما منتج يعدي شهر بيكون تاه بقى في الشحن وحاجات غريبه كده، الي. وفي الحاله دي تاجر الجمله بيعوضني عنه لو العميل طلب ارجاع مال.